الآن ونحن على أبواب الأبدية، مقدمين أرواحنا فداء للوطن المقدس، لفلسطين العزيزة. نتوجه بالرجاء إلى جميع الفلسطينيين ألا تنسى دماؤنا المراقة وأرواحنا التي سترفرف في سماء هذه البلاد المحبوبة، وأن نتذكر أننا قدمنا عن طيب خاطر أنفسنا وجماجمنا لتكون أساساً لبناء استقلال أمتنا وحريتها، وأن تبقى الأمة مثابرة على اتحادها وجهادها في سبيل خلاص فلسطين من الأعداء. في عيد الفصح 1929 حصل التغيير، أنه عملياً بسبب كثرة المصلين في تلك السنة، وما هذا ما يعني راقبه المجلس الإسلامي الأعلى، أصبح في ضغط كبير على منطقة المعدة للصلاة في حائط البراق. ونتيجة لذلك حاول بعض اليهود، القيادات اليهودية، تغيير الواقع. يعني ما معنى تغيير الواقع؟ تغيير المنطقة المعدة للصلاة لليهود في منطقة حائط البراق. وبالنسبة للحاج أمين الحسيني والمجلس الإسلامي الأعلى والقيادة الإسلامية، هذا التغيير هو عمليا لا يدل فقط على أنه هنالك ضغط على المنطقة ويجب توسيعها، إنما يدل على أنه هنالك نية حقيقية من قبل الحركة الصهيونية، وليس من قبل يعني القيادات الدينية اليهودية، القيادات الدينية المتدينة اليهودية، لكن من قبل الجهات السياسية، الحركة الصهيونية نفسها، بتغيير الواقع من أجل تغيير واقع سياسي في منطقة حائط البراق. وهنا المجلس الإسلامي الأعلى رفض ذلك رفضا يعني قاطعا، وبدأ باتصالات مع المندوب السامي مع الحكومة البريطانية لإعادة كل شيء على ما كان عليه. والحركة الصهيونية مثلا تقول أنه ما حصل هو أنه بعض يعني بعض المقاعد أضفناها، وأضفنا نوع من ستار ما بين النساء والرجال في منطقة الصلاة، ولكن بالنسبة للمجلس الإسلامي الأعلى أي تغيير كان دون أخذ الموافقة لهذا المجلس على هذا التغيير هو عمليا يعني تغيير الواقع، فرض واقع جديد في المنطقة، وهذا ما لم يقبله المجلس الإسلامي الأعلى. التوتر اللي حصل على مدى 10 سنوات سابقة ساهمت في إشعال الفتيل. بدأ بالخليل، كان ممكن أنها تبدأ بمكان آخر، لكن الخلافات ما كانت موجودة على قاعدة خلينا نقول دينية، إنما كان في هناك نوع من توتر سياسي، وانعكس أيضا اقتصاديا في شبكة العلاقات ما بين اليهود وبين الفلسطينيين سواء كان بالخليل أو غيره. أنا ما بشوف أنه يعني بهذا الحدث أنه كان في هناك تخطيط مسبق، خاصة أنه لما نتعامل إحنا مع هذا الحدث نعتبره هبة أكثر من نعتبره ثورة. صار في هبة، الناس سمعت أنه في اعتداء على الأقصى، ناس سمعت أنه في اعتداء على عائلات عربية، فحصل نوع من الهجوم على الأحياء اليهودية بالخليل وأيضا بصفد، يعني نفس العملية كمان كانت بصفد. ولذلك يعني صعب أنك تلاقي أنت خيط محدد
نقول مثلا هذا اللي دفع أهل الخليل أو أهل صفد للهجوم على جيرانهم اليهود. الجو كان مشحون، الجو كان متوتر بدون أدنى شك، ما كان بحاجة لكثير من النار حتى يشتعل، بكفي شرارة واحدة وهي اللي أدت إلى اشتعال هذه الهبة. الخلاف حسب رأيي له أكثر من مصدر واحد. خلينا نقول له مصدرين، مصدر واحد هو مصدر ديني ومصدر تاني هو مصدر قومي. أما عند اليهود وعند معظم العرب الدين والقومية بيمشوا مع بعض. لما اليهود أو الحركة الصهيونية صارت تستوطن هون بالبلد، هذا كان أسباب دينية وقومية مع بعض. ونفس الإشي المعارضة الفلسطينية أو الريجكشن الفلسطيني لهذا الإشي كان من لأسباب دينية وأسباب وطنية قومية ما بعد. لما بنحكي عن أن 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 حركات قومية، وكانت الصهيونية إحدى من الحركات القومية تبع القرن 19 أو آخر القرن 19، طبعا الأرض اللي كان الهدف لهذه الحركة كان الأرض اللي كانوا يحلموا فيه كل السنوات اللي قبل. هذه الأرض هي أرض مقدسة، كمان الأقصى هي إحنا هون في القدس، والأقصى هي أولى الكبلتين وثالث الحرمين وثاني المسجدين، وإحنا من يعرف إنه هذا مكان مقدس. ومش بس مكان مقدس بالنسبة للفلسطينيين، هذا حتى قبل اللي كانوا يستعملوا كلمة فلسطينية، هذا كان المكان إنه كان واجب عليهم أن يحموه، كان واجب عليهم أن يحموه من صليبيين وبعدين من الاستعمار البريطاني. وهذا كان جزء من الأيديولوجية المحلية الفلسطينية حتى في العهد العثماني. ونفس الوقت عشان صار في العراق، في سوريا، في البلدان العربية صار في حركات وطنية، وكان بدهم يأسسوا برلمان وأسسوا أحزاب، وكان بدهم يأسسوا دول مستقلة. الفلسطينيين العرب كان بدهم يعملوا نفس الشيء. هلا شو كانت المشكلة؟ إنه هون كان في شعب تاني قال لا بس هذه هي وطني، وصار في خلاف إنه هو خلاف قومي. بس الرمز للخلاف القومي كانت كمان مش بس الأماكن المقدسة، ولا رأسهم طبعا المسجد الأقصى. شافوا الفلسطينيين بهذه الفترة العشرينيات، أنا بقصد زيادة في هجرة اليهود، كان موجات من الهجرة، خاصة الهجرة اللي حصلت بعد سنة 24 لغاية سنة 27-28. هجرة من نوعين، النوع الأول مهاجرين معهم رؤوس أموال جاءوا إلى فلسطين للاستثمار، ومهاجرين بأعداد كبيرة جاءوا من أوروبا للعيش بفلسطين في المستوطنات والمستعمرات اللي أقامتها الحركة الصهيونية. هذه الهجرة بدون أدنى شك احتاجت إلى مزيد من الأراضي
إذن موجات هجرة كبيرة جدا وسلخ أراضي من فلسطين لصالح المشروع الصهيوني. والأمر الثالث هو توفير الوظائف ومصادر الرزق للمهاجرين اليهود، وكل هذا جاء على حساب حق الفلسطيني في فلسطين من ناحية الثروات الطبيعية، من ناحية الموارد المعيشية، ومن ناحية مصادر الرزق والمعيشة. المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في تلك الفترة لم تكن على وعي كامل بما تحضر له الحركة الصهيونية، ولكن القيادة الفلسطينية وخاصة الحاج أمين الحسيني تنبه يعني في سنوات العشرين متأخرة، يعني قبل سنة 29 يعني سنتين ثلاث سنوات، أنه هنالك تحصل تغيرات كبيرة جدا على الأرض الفلسطينية وخاصة في منطقة القدس وفي المستعمرات اليهودية التي تنشأ بشكل متواصل، وقسم آخر منها يعني يتوسع، وخاصة أنه في منطقة في تل أبيب نفسها، مدينة تل أبيب، كان هنالك في نوع من كمية بناء مستمرة. كل هذه العوامل مع بعض جعلت المجلس الإسلامي الأعلى ويعني خاصة الحاج أمين الحسيني يتنبه أنه هنالك في تغيير كبير يحدث في فلسطين، وبدأ يشدد ملاحظاته ويعني تعليماته إلى مراقبة التغيرات في الاستيطان الصهيوني. ونحن نعلم من خلال الوثائق يعني آلاف الوثائق التي أنتجها المجلس الإسلامي الأعلى بأنه كان في مراقبة من سنة 25-26 وما فوق وما بعد، كان في هناك مراقبة للتغيرات على الأرض في الحركة الصهيونية. بالتالي أصبح في هناك حالة من التوتر بين الفلسطينيين وبين اليهود وبين الفلسطينيين والإنجليز، خصوصا أنه الإنجليز أوضحوا يعني بشكل على الأرض ميدانيا غير أنه رسميا أنهم يعني منحازين للمشروع الصهيوني، وأنه حتى المندوب السامي سواء كان سامويل أو اللي إجا من بعده كانوا مستعدين لأنه يعملوا على تطبيق ما ورد في سق الانتداب لصالح المشروع الصهيوني. هذه الخلفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون أدنى شك أدت إلى مزيد من التوتر بين الفلسطينيين العرب وبين اليهود المهاجرين، وبالتالي حصل الانفجار في آب 1929. فبدأت مناوشات قليلة يعني في البداية على مستوى قليل، يعني تلاسن وضرب أيدي يعني هنا وهناك، ولأنه بسبب حساسية المكان وهذا المكان يعني قابل للانفجار في أي لحظة، فانفجرت الأحداث وبدأت ودخلت الشرطة البريطانية والجيش البريطاني في البداية، وكان في عنا قتلى وفي عنا جرحى. وحينما بدأت يعني عملية القتلى والجرحى من كلا الطرفين لم يعد هنالك بالإمكان السيطرة على تطور الأحداث، فانتقلت من القدس إلى الخليل إلى صفد إلى أماكن أخرى. ولما اندلعت الأحداث اندلعت بقوة شديدة جدا، ففي مدينة القدس لوحدها يعني كانت في مظاهرات وهجومات متبادلة. نتيجة لهذه الهجومات قتل عشرات الناس وجرح المئات من الطرفين، يعني يجب أن يكون واضح أنه نحن نتحدث عن
القتل والجرحى هي ليس من طرف واحد، يعني لم يكن الطرف الفلسطيني الأكثر عددا الأقوى في هذه الحالة، بل كذلك يعني دفع أثمان باهظة من ناحية أعداد القتلى، اللي تقريبا في لدينا بالصحافة الفلسطينية أرقام وفي لدينا أسماء كاملة لكل من قتل في هذه الأحداث. ولما ألقي القبض على عشرات من الفلسطينيين الثوار، وأيضا ألقي أيضا القبض على عدد من اليهود بحجة أنهم أيضا شاركوا في الاضطرابات في سنة 1929، لكن في نهاية الأمر سجن من سجن وصدر الحكم بالإعدام على الثلاثة، فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم، ووجهوا لهم التهمة بالتحريض والتسبب بقتل يهود وإثارة الفتنة في 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 البلد، يعني أعطوهم نوع من لائحة اتهام طويلة عريضة. اللي بيطلع على لائحة الاتهام بلاحظ أنه في هناك فروع كثيرة، بنود كثيرة جدا موجودة بهذه اللائحة، اللي بحسب القوانين الانتدابية يعني بالحد الأدنى كانوا بيعطوه سجن مؤبد، ولكن كان بعد في بذاك الوقت سار المفعول مسألة الإعدامات. ولكن يعني أكثر الأحداث شدة كان في مدينة الخليل. في الخليل اللي يعني الاستيطان اليهودي، ليس الصهيوني بمعنى الصهيوني، الاستيطان اليهودي كان استيطان تقريبا يعني مئات السنين موجود في الخليل، ولكن الحركة الصهيونية استغلت الوجود اليهودي في الخليل لتقوم بتفرقة أبناء الوطن الواحد. المذبحة في الخليل كانت في يوم السبت، المشاكل بلشت في القدس يوم الجمعة، وصار في إشاعات في الخليل عشان في كتير خلايلة عايشين في القدس وفي علاقات كتير يعني قوية بين أهالي الخليل وأهالي القدس، صار في إشاعات في يوم الجمعة العصر إنه في كتير من العرب استشهدوا في القدس. هذه الإشاعات كانت في الخليل، واليهود هجموا على العرب واليهود هجموا على الأقصى، وعشان الإشاعات هذول كمان صار في دم، يعني ثورة دم. افتحوا. السلام عليكم، جايين نصور الدار. قول لماما، قول لماما عوام تفضلوا. يا الله، السلام عليكم. ازعجناك يا عم؟ تغزناش يا الله، يا ساتر يا ساتر. يا الله، هذا بيت الشهيد محمد جمجوم، هذه غرفته الكاملة، هي غرفة سيل، غرفة سيلي، فيش كل عيلة إلى غرفة. هون رحمة أبي، وهون عم عبد الله غرفته، وهذيك كمان العم إنه في مصر، وهدول كان العم إنه وباحهم لدار الجوع بغرفتين.
بمش ندخل عمي هوني؟ ندخل عمي بمش؟ هاي الغرفة الشهيد، تفضل. يا الله، بسم الله. هذه غرفة الشهيد محمد جمجوم، عاش فيها ومات انطلق منها. هذا البيت لجمجوم بس، في عندك اليوم أي واحد عشان يحافظوا على البلد القديم، الشهيد ياسر عرفات سوى لجنة إعمار، هذه كانت خرابة، كانت ما تقدريش تدخليها، أجبر كل واحد بده يصلح بيته ويأجره يسكن فيه ناس. لقيت في ناس ساكنين بدون أجرة، بدون إشي، يعني ببلاش، بس هم يعمروا البلد القديمة خوفا من المستوطنين، لأن يعني المستوطنين ما تعرف إيش مشكلتنا مع اليهود، مشكلة أرض وعرض وعقار ومقدسات ومن هالأشياء. فهذه غرفة سيدي اللي هو يعقوب أبوه للشهيد. هذه غرفة مو بعد ما استشهد عمي، طبعا كبر الصغير، كبر وقسموه، هذه أخذها رحمة أبي، وهذيك أخذها عمي عبد الله، والشهيد في الجنة إن شاء الله. رحمة عمي الشهيد محمد جمجوم كان شوفير، وكان يسوق على شاحنة صغيرة كانت بشغلوها، مش سويتش زي سيارة اليوم تعمل سويتش الشغل على الإيد منولة زي الخلاطة، وكانت الشاحنة هذه ملك واحد من دار الحرباوي ساكن في الشلالة القديمة. جنب بيت الحرباوي هذا كان بيتها فيه، كانت الشوارع ترابية مش مزفتة، اللي كانت مش مزفتة مع السيارة يجي صفها تحفر. كان في جار إله الحرباوي هذا اسمه إلياهو أبو شديد ابن شديد، إلياهو ابن شديد يهودي، كان يعصر، مش قاصد، هذا حكي بيحصل وين ما كان، خلاف بين الجيران، وين مهما كان دينه ومهما كانت ملته، صارت سوء تفاهم بينه. لما صارت الثورة واشتبكوا العرب مع اليهود، أول شيء مظاهرات وبعدين اشتباكات، إلياهو ابن إلياهو أبو شديد ابن إلياهو كان خايف ومتخبي في خزانة دولاب بقولولها في مصر، ومسكر وخايف وبرشف. سمع حسب ما بقوله انه اضرب يا اسمر واذبح يا اسمر، اضرب يا اسمر. عمي الشهيد محمد جمجوم لون وجهه يميل الى السواد مش للشعر، اهل الخليل بيحبوا الالقاب، انا هذا لليوم البشر الأسود بيقولوا له يا أبو سمرة يا أسمار يا شغلات مثل هيك، والوجه أشقر بيقولوا له يا شقر. سمع ابن إلياهو أبو شديد إنه واحد بيقول أضرب يا أسمر وإذبح يا أسمر، بدون ما يشوف كان يرشف خايف من الخوف، خايف ميت من الخوف. لما هدت الموضوع أنا قال لهم الأسمر اللي هو محمد جاره، حطوه بطابور في 40 50 100 واحد
الأبطال ومن بين طبلة نجاره، مش معدي لمحة اللي يشوفه مثلا الشيكو في أمر أو شيء. فكانت هذه كلمة من ابن إلياهو أبشر، وكلمة الأصمر هي اللي دقر فيها ومسكوا فيها واعتمدوها أنه هو اللي ذابح أو قاتل ابن إلياهو ابن شديد أو شديد. فهذه هي التهمة اللي لزوال واحد لا شاف سمع، يعني زي ما استطاعش فينا إلا شاهد ما شافش حاجة. دائما في أي قانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كيف أنت بتدينه من عدوه أو من غريمه وحاطه شاهد ملكي في إثبات؟ مش أجي أقول أنا عمل أو ما عملش سوى أو ما سواش، أنا ما بقدر أقول لأنه في ذاك الوقت أنا ما كنت موجود ولا حدا كان معه. فإحنا بالنسبة للشعب الفلسطيني أصلاً المندوب السامي لما صارت المشكلة هذه كان في بريطانيا. لما كان في بريطانيا وسمع في المشاكل إجا يركض أول ما وصل في الأرض فلسطين، طلع منشور ونصه عندي بقدر أقرأ لك إياه أو تصوريه، اتهم العرب أنهم سفاكين وقتالين، سفاكين دماء وقتلوا أشرار وغيره وغيرته. ما اتهم ولا يهودي في أي شيء. بعدين اعتقل حوالي 1000 شخص وحكم على 26 بالإعدام، ونزل الإعدام عن 23 صفه على 3. سمحة خانكيز قتل عائلة الشيخ عون في يافا وأباده ممثل في جثثها، ما حكموا في الإعدام. اللي صار في يافا وهذا الحدث يوم الأحد، يوم واحد بعد المذبحة في الخليل، وكان في كمان في منطقة يافا كان في هجوم من يافا من عرب يافا على تل أبيب في منطقة شارع ألنبي ومنطقة سوق الكرمل. كان في هجوم، أجوا عرب أول إشي بمظاهرة، وكمان كان في منهم مصلحين وصاروا يتخطخوا ويطلقوا نار على الناس، وكان في كم من جرحى يهود. اللي حصل إنه كان في 5 يهود هجموا العرب عليهم، وفي منهم انقتلوا. وبعد ما انقتلوا اللي نجوا من اليهود أجوا على وحدة تبع الهجنة، القوات اليهودية كانت موجودة هناك، وهدول قالوا طيب هجمونا من هناك وطلعوا عشان يشوفوا من اللي قتل الجماعة. ولما طلعوا أجوا على عمارة كانت هناك، وطلعوا للطبقة الثانية بالعمارة، سمعوا صوت طلعوا لهناك ودخلوا، وكان على رأسهم شرطي بالشرطة البريطانية، كان يهودي وكان عضو بالهجنة كمان وكان مسلح. دخل الغرفة وفكر إنه في هناك خلية كلها مسلحين. لما فتح الغرفة شاف إنه في هناك واحد ختيار وواحد مرأة وابنها الصغير، وكان في 6 أنفار أظن بالغرفة، وقتلهم 5 منهم. بعدين لما رجع ما حكى لحدا، يعني بس الخلية اللي كانت معه كانت تعرف. وبعدين لما صار في حكي قال إنه قتل مسلحين اللي قتلوا الناس اللي كانوا هجموا أول اليهود. لا
لما اجت الشرطه البريطانيه شافت انه في هناك قتله وصارت تبحث عن الكديه وفحصت وشافت انه هذا الشرطي شرطي يهودي اللي دخل وقتل العيله وكلها وجابوه المحكمه وحكموا بالاعدام قدموا ارعور او التماس للمحكمه العليا وبالالتماس رشوا المدعي العام البريطاني وخففوا الحكم تبعه. تنام إلى أذهاننا أو إحنا أجانا وسمعنا من الوالدة وسمعنا من أعمامنا الكبار بالسن اللي كانوا في الفترة هذيك عايشين معاه إنه لما اعتقلوا الإنجليز أجوا اعتقلوا من بيت كان ساكن فيه ومن قريب من المكان هذا هو عبارة عن سيرة كانوا بسكنوها بالصيف وكان دابح خروف هذاك اليوم وحاطه بديست وكان شغل النار تحتيه على الحطب و أجل بعض من الناس وقالوا لهم إنه يا عطا يا عطا الإنجليز بدهم إياك بدوروا عليك قال لهم أنا قاعد اللي بده ياني يجيني هذا الكلام حكونا إياه طبيعي اللي كانوا في فترته فأجوا الإنجليز وظل يأكل في الخروف لبين ما كملوا نهائي وأخذوا الإنجليز وراح والدتي عليها رحمة الله كان زارته أكثر من مرة وهي صغيرة كان عمرها 10 سنوات تقريبا وكانت تلاقيه وحتى في مرة من المرات بقول للسجان بقول له خليني أنا أخذ زكية أحملها بيدي ما قبل السجان وفي إيده هكذا ضربوا بإيده وزاحوا على جهة كما روى لنا أحد الأشخاص قال أنا في عهد الإنجليز كنت أعمل عسكري وكان أجا دوري أني أعمل عسكري باب الزنزاني في سجن عكا اللي كان فيها عطا الزير قال هذا الرواية أنا عاصرتها وشفتها وعشتها يعني قال دخل العسكري الإنجليزي فمسكوا عطا الزير في الإيد اللي بين إيديه ولفوا حوالين رقبته وقال في عنقه فمات دخل جندي الثاني استطوله فعمل نفس العمل فمات دخل الثالث فنفس عمل العمل معاه فمات وبدأ عطى الزير بصوته الجهوري ينادي يقول 3 بـ3 احنا اخذنا تارنا قبل ما نموت هذا اللي حدثنا يا الحاج موسى عريقات وهو احد سكان العيزرية فؤاد حجازي اللي هو أحد الشهداء الثلاثة في هبة البراق تميز بأنه كان مثقفاً ومتعلماً وأيضاً مارس مهنة التعليم لفترة زمنية محددة في صفد وأيضاً في حيفا وكان له دور بالحياة الاجتماعية الثقافية كما تشير لذلك الأدبيات والمصادر التاريخية وأيضاً من بعض المسنين اللي أنا قابلتهم اللي أعطوني معلومة جداً جداً مفيدة بأنه فؤاد حجازي كان ناشط وفعال سياسيا واجتماعيا وثقافيا في عدد من الأندية الثقافية اللي كانت ناشطة وفعالة سواء كان بحيفا أو بصفد في سنوات العشرينيات لغاية يوم اعتقاله في أعقاب هبة البراق
يعني نحن هنا في صفد ولد وعاش الشهيد المرحوم فؤاد حجازي. من خلفنا هو البيت الذي تربى فيه، وهذه الحارة التي عاش فيها هي حارة السوق. هنا عاش حتى اعتقاله وإعدامه عام 1930 في سجن عكا مع أصدقائه ورفاقه. هذا البيت موجود على الدرج بين الذي يفصل بين حارة اليهود والحارات العربية الفلسطينية. هذا البيت أضيف عليه طابق كما ترون، طابق إضافي، هو الطابق اللي مش حجر، باقي البناية هي بناية الحجر، وكما ترون يعني بنايات عريقة، بنايات كبيرة، بنايات فخمة. الفلسطينيين هذا البنايات يعني عاشت فيها المرحوم قبل عام 1930، فتخيلوا البيوت العربية في صفد، الفخامة العربية في صفد. نحن أيضا يعني موجودين في حارة السوق. هذه البنايات المنخفضة من خلفنا هي كانت جزء من دكاكين والمحلات التجارية لأهالي صفد، ومن ضمن عائلة حجازي تم هدمها هذه البنايات بعدية النكبة، لكن بنفس الحجارة تم إعادة بنائها كمحلات تجارية ثانية. فبالإضافة إلى ذلك، هنا بجانب بيتنا، بجانب المكان الذي نقف فيه، هو بيت، هو المسجد اليونسي أو مسجد السوق. هذا المسجد تم تحويله إلى معرض للصور، تم تدنيسه ولتحويله إلى معرض للصور. ففؤاد حجازي عاش في هذه المنطقة التي نتحدث عنها. التاريخ الفلسطيني بحاجة لأبطال من الشعب، من يعني ترتبط الذاكرة الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني، ولذلك أصبح أبناء الشعب الذين دفعوا ثمناً باهظاً يعني حياتهم رموز لهذا الشعب. وفيما بعد يعني القصائد التي كتبت حول الثلاثي هي مجدت، يعني عملياً تمجد الشعب نفسه. ثلاث رجال وثلاث زنازين، والتهمة حب فلسطين، والحكم الصادر إعدام. يا عطزير يا فؤاد حجازي، يا شمشوم، يا ثلاث نجوم فوق أرض بلادي بتحوم. وطلعت من عكا جنازي لثلاث طيور، تدلى من قلب العتمة وتفرش وطني بحزمة نور. ومن سجن عكا وطلعت جنازي، محمد جمجوم وفؤاد حجازي. وجازي عليهم يا شعبي جازي، مندوب السامي وربع عمور. سجن عكا وطلعت جنازي، محمد جمجوم وفؤاد حجازي. فرقة العاشقين الصحيح إنها فرقة يعني فعلا وبكل جدارة تصلح إنها تكون توثيق للتاريخ. يعني لما إجوا أهلوا من سجن عكا طلعت جنازة، مش من ساحة عامة ولا من جامع. في ناس كتير بفكروا انه من جامع الجزار او من ساحة. محمد جمجوم ومع عطزير، فؤاد حجازي عز الدخيل. انظر لمقدر والتقادير، باحكام الظالم لا يعد مولى. محمد استشهدوا الثلاثة وما قدروا يعطوهم لأهليهم. كل الناس فعل بالشوارع،
بريطانيا العظمى اللي ما بتغيب عنها الشمس ما قدرت تمسك زمام الأمور الأمن في البلاد كتر ما كان هايج الشعب. فلما إجا اضطرت بريطانيا ودفنت الشهداء في السجن عكا 40 يوم، روحوا أهالي الشهداء عن طريق شمال الضفة نابلس وطولكرم وجنين، ما روحوا عن طريق يافا وطريق الساحل. وكتر موقف الشعب الفلسطيني وقفة رجل واحد كل الشعب في الشوارع، كل قرية كانوا يعدوا منها أو مدينة فكروا أهالي المدينة أنه جايبين الشهداء معهم، يطلع كل القرية والمدينة بدها تكسب تأخذ الشهداء تكسبهم في قلب بلدها، كل بلد ببلدها، ما يعرفوا أنه فيش معهم ما يعملوا إشي، طلوا عشي عبو مصلو خليل. صار عزا للشهداء ما مر في فلسطين كلها. إعدام هؤلاء الثلاثة بسنة 1930 أدى إلى بداية التحضير للثورة الفلسطينية القادمة اللي هي كانت بسنة 1936. فبتلاحظي هون أنه هذه الهبة اللي حصلت، الثمن اللي دفعه الشعب الفلسطيني بإعدام هؤلاء الثلاثة اللي أصبح نوع من رمزية في إعدامهم للشعب الفلسطيني وتمرده على الاحتلال البريطاني والإجحاف بحق الفلسطينيين وهضم حقوق الفلسطينيين، هو عمليا تحضير لثورة قادمة. وهذا بأكد لنا أنه التراكمية التاريخية لا تتوقف، يعني هي دائما مستمرة من ثورة إلى هبة إلى ثورة إلى آخره حتى يومنا هذا. يعني مزبوط، في بديش أقول كراهية، بس في 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 الدم بين اليهود والعرب. بس حتى بالأوقات أكثر خاطرة في ناس بيخطوا القيم الإنسانية أو حتى الإنسانية إنسانيتهم قبل كل شيء، وبيقولوا لا هذا طفل، لا هذه مرأة، لا هذا جاري، تمسكوهوش. وهذا اللي شيء أنا حسب رأيي لازم نتعلم منه. وأنا ممكن أقول كيهودي كإسرائيلي إنه هذا الدرس إحنا لازم نتعلمه من العرب. مزبوط العرب اللي هجموا، بس العرب كمان اللي أنقذوا، ولازم نتعلم هذا الدرس. مباشرة بعد الإعدام يعني سمع صوت الأذان من المساجد في حيفا وقرع الأجراس الكنائس بالمدينة حزنا على إعدام وموت الشهداء الثلاثة. ونفس الشيء أنا بعتقد كان موجود في القرى والمدن الفلسطينية الأخرى، لأن هذا كان يوم بالفعل يوم حزين جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني. والآن بعد أن رأينا من أمتنا وبلادنا وبني قومنا هذه الروح الوطنية وهذا الحماس القومي، فإننا نستقبل الموت بالسرور والفرح الكاملين، ونضع حبلة الأرجوحة، أرجوحة الأبطال بأعناقنا عن طيب خاطر، فداء لك يا فلسطين. وختاما نرجو أن تكتبوا على قبورنا: إلى الأمة العربية، الاستقلال التام أو الموت الزؤام، وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت.